انا مش عارف انام، انا في كميه سيناريوهات عمال تلف في دماغي جايبه لي صداع. يعني خايف للمره دي تظبط مع زيزو، خايف المره دي زيزو يجي يشوط الشوطه بتاعته تيجي في الجون ما جيت في العارضه كالعاده، خايف يجي فاول بره ال 18 عبد الله السعيد يحطها في السوكه، خايف تيجي كره ناحيه اليمين هوبا زيزو يروح لطشها تاني، خايف خايف قاعد خايف، سيناريوهات عمال تلف في دماغي وصداع صداع ما اقولكش. يا رب يا رب الماتش ده، يا رب احنا عاوزين البطولة دي، ناقص لنا البطولة دي. ولكن هو ماتش حلو، ماتش حلو وساعات وهتفصلنا على الماتش. الواحد قسما بالله ما عارف ينام، الواحد قاعد بعمل يحسبها ناقص كام ساعة، طب ناقص كام دقيقة، طب امتى الماتش، هقعد على القهوة اشرب شاي ولا اشرب ينسون، هدى اعصاب. ما انت عمال تفكر، هو ده اي ماتش؟ هو ده اي ماتش كده والسلام؟ ده ماتش ديربي يا بيه، ده ماتش ديربي. تقول طيب، طب عبد المنعم هيتفزلك، طب عبد المنعم هيلعب على طول، طب افرض الجزيره ضغط على عبد المنعم، طب عبد المنعم هتعمل ايه؟ طب يا مثلا محمد هاني هيرفع اوفرات حلوه ولا هيعمل ايه؟ قاعد يا اسطى عمال تلف في دماغي كميه سيناريوهات، وانا قاعد خايف، خايف لعبد الله سعيد يلطشنا واحده ولا زيزو يروح لابس. انا خايف بقى من قصه زيزو تظبط مع المره دي، خايف ان هي تظبط ترشق المره دي في العرض، قصدي ترشق المره دي في الجول. وبرده يا سلام بقى لو كهربا نزل ضغط يا اسطى وده اوبا راح حاطط الجول، وامام يشوط شوطه يجيب جول هو كمان، يا سلام. ولكن انت يعني انا كاهلاوي بتمنى السيناريو، اللي بتمنى طبعا ان الاهلي يكسب، ما ده فريقي، وانت كزملكاوي بتتمنى ان فريقك يكسب، كل واحد وانتمائه. قاعد بقى مع نفسه كده بالليل وعمال يراجع بقى، يفتكر ويشوف السيناريو ده ويشوف السيناريو ده ويشوف القصه ديت ويشوف الحوار دوت، ويا رب الاهلي يا جدعان. بالله يا جدع والله يا جماعه الماتش قاعد بسنين، تحس ايه يعني ايه كده يوم عيد يوم ديربي، ده ماتشات الديربي دي مش سهله، ماتشات الديربي دي ماتشات ضغط وسكر وليله، ماتشات غريبه يا جدع. فباذن الله ربنا يعديها لنا على خير، ربنا يعديها لنا على خير في هذه الماتشات، لان ماتش ما بين الزمالك وما بين الاهلي مش اي ماتشات. والمره دي بقى يا معلم فيها شويه صفقات، فيها شويه حاجات، فيها شويه فستق وبندق، فيها مدرب جديد، فيها كولر جاي لك وناويها، فيها جوميز عاوز يجيب اول بطوله، في مجلس اداره نادي الزمالك قاعد ومستقر وقاعد وعاوز البطوله، وكابتن حسين لبيب بيقول لك احنا قاعدين في السعوديه وراجعين بالكاس، فاحنا حاطين ايدينا على قلبنا، احنا قاعدين كاهلاويه حاطين ايدينا على قلبنا ونقول يا رب يا عالي انصر الاهلي الغالي. انت سواء اهلاوي او زملكاوي، انا كاهلاوي بتمنى فريقي، فانت كزملكاوي او اهلاوي بتتمنى فريقك يكسب. فالواحد قاعد في اللحظات ديت عمال بقى يراجع، طب شيكابالا هيضم كده يا اسطى وهيطرف مثلا ويروح لطشها زي ما بيلطشها، طب وايه؟ طب ايه النظام؟ طب هنعمل ايه؟ وانا قاعد على القهوه اربي كوبايه الشاي طيب ولا اطلع اجري ولا اعمل ايه؟ فانت قاعد عمال تراجع بقى، تفتكر ذكرياتك، تفتكر ماضيك، تفتكر كل الكلام ده. ولكن باذن الله يعني قبل اي حاجه الماتش يطلع حلو، وبتمنى من اللعيبه ان ما يحصلش حد يعني موضوع مشاكل ولا اللعيبه تبقى متنشنه وده يشد مع ده وده يشد مع ده، لا عاوزين الماتش يطلع على احسن صوره، عاوزين الماتش يطلع على اجمل صوره، انت فاهمني طبعا، انت فاهمني طبعا. فاحنا عاوزين الماتش يطلع كده يا اسطى، فانا دي بتمناها، ان ماتش الاهلي والزمالك بالمستوى والتنظيم اللي معمول ده كله الماتش يطلع ماتش فيه ماتش كوره كوره كده بقى، سرعات وسبرنتات وشوط وجوان، ويكون فيه روح حلوه، روح حلوه كده في الملعب وفي المدرجات ما بين الجمهور وما بين اللعيبه، ما يكونش فيه لعيبه متنشنه ولا الكلام ده كله ولا القصص دي كلها. فاحنا بنتمنى ان القصه دي باذن الله تكون حاصله وما يكونش فيه اي مشاكل.
باذن الله ما يكونش في اي مشاكل في القصه ديت، ويكون اللعيبه كلها مركزه واللعيبه كلها عارفه، ولا في مشاكل ولا في حد يتنشن ولا يعترض على الحكم. وكلنا طبعا شايفين الحكم اللي هيعترض عليه هيلطشه واحده مش هيخليه شايف تاني. فخلي بالكم من الحكم، يعني الحكم ما بيوظفش شاف دراعه ويعمل من واحد اتنين. سلام يا برنس.